والله صديق احمد البنداري كلمني قال لي عندنا مشروع، قلت له ايه المشروع؟ قال لي فيلم اسمه السيستم. قلت له ايه الاسم الغريب ده؟ قال لي طب اسمع الحكايه. قلت له طيب، وقول ابتدى يحكي. قلت له طيب القصه حلوه جدا، انت عايز تحكيها من الموسيقى ازاي؟ قال لي بص، انا عايز بس اكون في سكه مودرن شويه، وكان يمكن هنا حته مش هقدر اقول صعوبه، بس لازم نلاقي وجهه نظر، مش وجهه نظر مشتركه، ان انا عايز احكي الحكايه بالموسيقى من وجهه نظر المخرج، فكان لازم نلاقي زي لغه حوار مشتركه او. فبنداري بص انا هعمل حاجه واسمع، واول ما تسمع كده قول لي. فابتدينا نبعت لبعض حاجات. طيب بقول لك ايه، طيب السكه دي، لحد ما اتفقنا على حاجه، والحمد لله يعني وفقنا، واتمنى الموسيقى تعجبكم. انا راجل عاش طول عمره بيدرس موسيقى، ودلوقتي بحضر ماجستير في الموسيقى التصويريه او في التاليف الموسيقي بشكل عام، فهو مش صعب عليا اكتر ما انت عارفه ان اي عمل كده كده هتشتغليه انت لازم تسيبي ايدنتيتي ليه، يعني لازم لما ولازم اصلا بعيدا عن ايدنتيتي للعمل، انت في حاجه اسمها ايدنتيتي لكل كاركتر جوه العمل، وازاي الصوت الموسيقي بتاع الكاركتر ده او الحاجه المين سواء كان كاركتر او بروبر بيبقى صوتها عامل ازاي. ما هو يعني ممكن يكون مثلا صفه في بني ادم ان هو اعرج، فممكن اعمل التيمه الموسيقيه فيها وصف للعرجه، فيها وصف للتفاصيل اللي جوه الكاركتر ده. يعني انا مش عايز احكي الحكايه، عايز الناس هي اللي تتفرج بس، يعني ادعي ان الثيمز او التيمات الموسيقيه اللي موجوده جوه الفيلم شبيهه للكاركترز قوي، والترانسفورميشن الدرامي اللي بيحصل جوه.